اهلا وسهلا فيكم بلقمة 12. اليوم رح نعمل اشياء كثير طيبة. رح نعمل شوربة فريكة بس رح نعملها بالفطر والكريمة. ما بتصدقوا الطعم كثير كثير طيب. انا سبق وعملتها على المدونة تحت اسم تشاودر الفريكة. ورح نعمل فول بالقشطة، كمان سبق وعملته على التلفزيون وكثير زاكي ومختلف. ورح نساوي اشي جديد انا اول مرة بعمله بس كثير زاكي، لانه انا عندي كروسونتس فحبيت اعملهم بحشوة تشيز برجر. ورح نتعلم كيف نعمل صوص الجبنة هاي اللي بتشهي، اللي بتنفع لكتير اشياء بدها صوص جبنة زي الناتشوز. وبقيت الكروسونتس رح نعمل فيهم ام علي. الفكرة حبيت انه استغل علبة من الكروسونتس واعمل منها طبقين. خلينا نبلش بشوربة الفريكة. رح نعمل شوربة فريكة جدا عادية. انا رح استخدم الانستنت بوت اللي هو طنجرة الضغط الكهرباء. تقدر تستخدم طنجرة عادية او طنجرة الضغط العادية. شوية زيت رح اقلب فيهم بصل، وعندي صدر دجاج صراحة بدي امشيه فقطعته صغير مش مسلوق، رح استغل يعني انه ينطبخ مع الفريكة. وضفت عندي هون الفطر، كان عندي فطر كتير فحبيت اني برضو امشيه، واستخدمت الفريكة من البزورية اللي اجتني جديد كتير طيبة، وحطيت منها برضو الكمية اللي بتناسبكم. انا حوالي نص كوب لانه الكميات عندي كتير قليلة والفريكة يعني بتنفش. وفي شوربة بهارات الفريكة كمان من بزورية استخدمتها بالإضافة لشوربة الدجاج أو الماجي من عندهم. أضفت عليها مي وراح أخليها أسكرها وأضغطها. عندي في خاصية اللي هي سوب بقدر أختارها بحوالي تقريبا 25 دقيقة، وهيك شكلها بعد ما استوت. طبعا بمجرد ما زي ما أنت شايفين كل شيء استوى وصارت حبة الفريكة نفشت وكل أمورها تمام، راح أضيف حوالي ربع كوب لنص كوب من الكريمة. هذا الإشي برجع لكم، تقدروا تاكلوها مثل ما بدكم هيك يعني إذا بدكم ما من غير كريمة. بس صدقا يعني هي لا هي شوربة فريكة ولا هي شوربة فطر، يعني روعة روعة. I highly recommend إنكم تجربوها، تويست لطيف. أنا سبق وعملت تشاودر الفريكة على المدونة فيها خضار كمان، فكمان برضو طريقة طيبة كتير. راح أحط لكم اللينك ب أسفل الفيديو. وهلا عندي في لحمة بدي أعصجها. هاي اللحمة صراحة عندي كمية، أنا عمالي بشرح بس قررت إني أحكي فويس أوفر. هاي المعلقة ما بقدر أوصف قديش إنها بتريح بالمطبخ للحمة. بتعرفوا كيف مرات بتشد الواحد بيشتغل فيها، فهاي بتضمن لي إنها تطلع اللحمة كتير فلافي. هلا هاي اللحمة مش كلها رح أستخدمها اليوم، جزء منها رح أخليه بالتلاجة أستخدمه الأكلات تانية خلال الأسبوع. رح أحط لها ملح وفلفل أسود بس مشان أقدر أتحكم بالبهارات بعدين حسب الأكلة اللي أنا بدي أعملها. اليوم رح نعمل تشيز برجر، فأخذت جزء من هاي اللحمة ورح أضيف لها. برضو عندي فطر أوريدي أنا كنت مقلبته عشان أمشيه، شوفي كمية قليلة كتير لكن طعم كتير مركز. بالإضافة لعندي برضو بصل أنا كنت برضو مقلبته ومكرملته، فراح أضيفه برضو لهي الخلطة مشان يصير عندي زي كأنه سويس مشروم برجر تقريبا. هيك إحنا نطلب مشروم برجر أو سويس مشروم برجر، بيكون هيك فيه بصل مكرمل وفيه فطر وفيه طبعا اللحمة اللي بتكون قطعة. لكن أنا اليوم بما إني بدي أحشيها بالكروسونتس فراح أستخدم لحمة مفرومة مقلبة بس بملح وفلفل أسود فقط. من الأشياء اللي كتير بحبها أنا واللي بتابعوني على الانستغرام بيعرفوا اني كتير بستخدمه للبزنس تبعي، بس كمان برضو بحبه هيك بيكون عندي موجود، اللي هو الكروسونتس. بحب اجيب المني، بجيبهم هدول اذا بتسألوني من وين، من سنترو او من زيت وزعتر، واحد منهم يعني. المهم بدي استخدم اليوم جزء منهم. انا جايبة علبة واحدة، هاي العلبة فيها 12 حبة. اوكي، احنا لانه عددنا قليل فانا رح اعمل اربعة منهم، رح يكونوا ام علي، والباقي رح اعملهم الطبق الرئيسي تبعي اليوم اللي هو رح يكونوا محشيين تشيز برجر. اوكي، ورح اخبزهم بالفرن. ام علي رح اعملها انديفيدوال، رح تكون زي كاسات. فالهدف اليوم انا من الحلقه خليني اقول اني انا بفرجيكم انه كيف مثلا اللحمه فكرت فيها اني بدي اعمل فيها ثلاث اشياء اليوم واحد منهم، وهلا في كميه تكفي لمرتين حسب عدد الاشخاص. برجع بعيد
لأكلات تانية، أوكي؟ وجبت علبة كروسونت، فكرت فيها إنه إحنا عددنا برضو قليل، فأنا بقدر أعمل منها إشي حلو وإشي مالح، تمام؟ فبس حبيت أوضح هدول الشغلتين. زي ما أنتوا شايفين عندي 4 رامكنز أو 4 صحون صغيرة، رح أقسم عليهم 4 حبات من الكروسونت، في كل واحدة حبة. بهذه الطريقة أنا يعني بضمن إنه إذا حبينا ناكل كل واحد تنتين، أنا شخصيا أكلت واحدة ما كملتها، زوجي أكل واحدة هذيك الليلة وتاني يوم أكل تنتين صحتين. وهنا راح أوزع المكسرات اللي بدكم إياه، لوز، زبيب، كرامبري، أنا ما كان عندي زبيب حطيت كرامبري، فستق حلبي، جوز هند، اللي أنتوا بتحبوه اللي موجود عندكم. فأنا حطيتهم على صينية، وهلا عم بحط عليهم جوز الهند مشان هذا الحكي بعمله قبل الفطور، بالإضافة للخلطة اللي هلا رح نعملها، خلطة الحليب. هلا في طنجرة صغيرة حطيت عندي الحليب اللي بدي، يعني كمية الحليب اللي رح أكتب لكم إياها تحت بأسفل الفيديو، كوب زي ما أنتم شايفين، بالإضافة ل رح أضيف سكر أكيد، ورح نضيف كريمة، حطيت ربع كوب سوري تلت كوب من الكريمة، ورح كمان نحط قرفة للي بيحب القرفة، بتقدروا ما تحطوا، بتقدروا تحطوا هيل حسب شو أنتم بتحبوا. كمية السكر بترجع لكم، إحنا بنحبها حلوة، وحطيت كمان باكيت فانيلا. هلا هيك أنا حضرتها قبل الفطور، خلص وقت الفطور، بعد الفطور يعني بنستخدمها. هلا بدي أجهز الكروسانتس، عندي فتحت كل واحدة، بستخدم السريدد نايف اللي هي السكينة المسننة، وبدي أحشي كل حبة بكمية من الحشوة أو من اللحمة اللي عملناها، ومهم كتير إنها تكون باردة. دائما لما بنحشي هيك أشياء عجائن يفضل إنها تكون باردة، إذا بدكم إياها يعني الإشي يضله محافظ على شكله، ما يصير طري كتير وأموره مش مزبوطة. وصراحة حشيتها من قلب ورب، يعني كانت كمية الحشوة ممتازة. وبعديها راح نبدأ نعمل أو نشتغل على صوص الجبنة. صوص الجبنة اللي راح أشارككم فيها اليوم تقدر تستخدموها للناتشوز، تقدر تستخدموها كدب مع خبز التورتيلا اللي بدكم إياه، أو شيبس التورتيلا. خلينا نبدأ عليها، حوالي معلقتين من الزبدة. يس اتس نوت لو فات، وأكيد إحنا عم نحكي عن صوص جبنة، فراح أسيحها على الغاز. بعدين رح أضيف معلقتين من الطحين وأقلبهم لغاية ما أحس إنه الطحين تقريبا استوى، ما بدي إياه يحمر، بس بدي إياه تقريبا شي دقيقة زمن اللي أحسه إنه استوى. ورح أضيف عندي كوب من الحليب، ملح وفلفل أسود أكيد، وبس يغلي الخليط. يعني أنا عم بعمل بشاميل، بس بشاميل شوي سميك إذا لاحظتوا، لأنه معلقتين زبدة ومعلقتين طحين، ورح أحط جبنة. أنا حطيت جبنة سلايسز، نصيحتي إنكم تخلطوا جبنة سلايسز وجبنة شدر طبيعية، السلايسز بتعطي عمق بالطعم. حطيت 3 سلايسز، وحطيت عندي حوالي نص كوب من جبنة الشدر العادية. إذا حسيتوها كتير سميكة بتقدروا تضيفوا كمان حليب، أنا ضفت كمان شوية حليب لأني عارفة إنها رح تسمك كمان شوي بالفرن، فخلينا نقول حوالي كوب ونص من الحليب. وحطيتها على الكروسونت، وراح أحطها ب الفرن. إذا بدكم تستخدموا هاي الصوص لكدب خلوها مثل ما بنفس المقادير بدون إضافة حليب زيادة. وزينت الوجه أو حطيت على الوجه المزيد من الجبن الشدر. هلأ هاي الخطوة اختيارية، حبيت أزين كل حبة بي، يعني حطيت مخلل تشيري توميتو على نكاشة أسنان، وراح أحطها على كل حبة. هذا الحكي قبل الفطور، زي ما أنتم شايفين الدنيا بدأت شوي تقدم و الأمور بابلي ولذيذة. بتمنى أنكم تجربوها، كتير طيبة وطريقة لذيذة. إذا حبيتوا تستخدموا خبز بانز عادي تبع البرجر، بتقدروا تحطوا الصوص جوا الخبزة، تحمسوها شوي بالفرن، بدهاش أكتر من 5 دقايق، برضو كتير طريقة طيبة لتقديم يعني سندويشة مختلفة خلينا نقول. أما بالنسبة للفول فسبق عملته زي ما حكيت على التلفزيون عندي بقلاية، رح أحط معلقة طعام من الزبدة. المقادير أو اللينك للوصفة رح أحط لكم إياه. بشبه كتير الفول الإسكندراني مع تغيير بسيط له، إضافة القشطة والطحينة، رح نقلب والزبدة طبعا.
راح نقلب البصلة بالزبدة، وهذه الإضافة اللي هي الزبدة والقشطة والطحينة راح تعطي طعم تماما مختلف نوعا ما عن الفول العادي اللي احنا متعودين عليه. وراح نضيف هلا فليفلة، وراح نضيف بندورة، ونقلبهم لا يتدبلوا شوي، شوية ملح وشوية كمون كمان، فهون كل التشابه اللي بيشبه الفول الإسكندراني، والثوم بنحط بالبداية بنطبخ كمان معاهم. وبعدين راح نضيف عنا علبة فول، وراح نضيف لهم شوية صغيرة من المي ونتركهم يتسبكوا. مزبوط. أحلى اللي بيحبوا الفول يضلوا حب يصير، بس أنا شخصيا بحبه شوية يعني أفعصه، وحطيت عليه نص علبة قشطة يعني حوالي معلقتين طعام من القشطة أوبشنال، اللي عندوش قشطة ممكن يحط كريمة بس بيعطي طعمة كتير طيبة، وحوالي معلقة طعام من الطحينة برضو، اللي ما بده يحط طحينة بيقدر يخليه بس قشطة على الحل أو بدون قشطة ولا طحينة زي ما بدكم، وهي شكله النهائي كتير كتير طيب. وهلا بعد الفطور حبيت طبعا أعمل معلي، فحطيت الحليب خليط الحليب اللي احنا عملناه على النار لما غلي، هلا راح اصبه على الصحون اللي انا حضرتها. يعني انا اسهل من هذا الحلو ما في، بتقدروا تعملوه كله قبل الفطور، بس عملية حط الاشياء بعضها ونحطها بالفرن، و بدنا نحط على وجهه على وجه كل واحدة حوالي معلقة طعام من القشطة المعلبة، وعلى حرارة 350 درجة لغاية ما تصير بابلي. طبعا احنا ما في اشي عندنا مش مستوي، يعني فيش اشي بده يستوي، هي بس بدك اياها انها هيك الطعمات تتمازج. بس في ناس كتير مثلا بس بيحسوا انه والله عم بتكون معاهم مثلا تطلع ناشفة لانه بخلوها زيادة، زي ما انتم شايفين حطيت معلقة طعام تقريبا من القشطة على كل صحن، وراح فردتها شوي وراح ادخلها على الفرن، وهي شكلها. بس طلعت راح ازينها بالمزيد من الفستق الحلبي والريحة خيالية. طبعا اللي ما عنده كروسانتس بيقدر بكل سهولة يستخدم الباف بيستري، يحمصها بالفرن ويكسرها ويستخدمها بدل الكروسانتس، بس انا الفكرة انه عندي هالعلبة حبيت اني اوزعها على طبقين. أتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك إذا عم تتفرجوا ومش عاملين سبسكرايب. بحب كتير إنكم تحطوا لي بالكومنتس شو عم بتجربوا أكلات، وبحب كمان أسمع منكم شو عم تعملوا لرمضان، بالإضافة لأنه أكيد إنه بحب مشاركتكم لغيركم للقناة، وبشوفكم بكرة إن شاء الله.